مهارة يفترض أنه إحنا نتعلمها تسمى مهارة تعلم متى ترحل. واحد من زملائنا انفصل عن زوجته، فبنسأله تعرف ليش انفصلتوا؟ نبغى قصص وحكايات وكذا، ليش انفصلتوا عن بعض؟ قال حطت ملح زيادة في الأكل. يا رجل حطت ملح زيادة في الأكل وانفصلتوا عن... يعني أنت بتذوق الأكل؟ إحنا لازم ننفصل. قال لا مو كده مرة واحدة، لكن قلت لها الملح زايد في الأكل. قالت لا الملح مو زايد في الأكل. قلت لها الملح زايد في الأكل. قالت الملح مو زايد في الأكل. إحنا نعرف نذوق، هذا مو مقادير أمي، هذه ملح زايد في الأكل. قالت هذه مقادير ماما، واضح إنها مقادير مامتك. إيش تقصد؟ أقصد إنه بالوراثة ما تعرفوا تطبخوا أنتوا. لا يا شيخ، هيروح خلي مامتك تطبخ لك بالمقادير حقتها. ولك أن تتخيل فين مشي الحوار إلى أن وصل إلى الانفصال. الآن هو يحكي يقول يا ريت يا ريت وقفت، الملح زايد في الأكل. لا الملح مو زايد في الأكل. طيب خلاص. هذا لا يعني أنه أنت حتستسلم، بس هذا يعني أنه لاحقا تطرحه بطريقة مختلفة بأسلوب مختلف. أنت عرفت أنه هذه الطريقة ما حتوديك مكان، وهي نفس الحكاية. ما تعرف متى ترحل. لو تعرف متى ترحل، الملح زايد في الأكل، أظنه زاد علي شوية، ورجعي لي المقادير حقت ماما، وكل أسبوع زودي له الجرعة شوية. بعد 3 شهور حتوصل إلى الجرعة اللي أنت أساسا حطتها. واسألي بعدين كيف الملح؟ كده. بعد التوجيهات حقتي اللي قلتها ذيك المرة صار كده. حبيبي أنت كل بس. فتلاحظ انه حواراتنا في واحد يقول لي يا اخي انا ادخل في حوارات وبعدين نصل الى كذا حته متوترين فيها، واقول له خلاص ايش رايك نقرب الموضوع؟ يقول لا ما تغير الموضوع، خلينا في الموضوع. اقول له معديت متى ترحل؟ متى ترحل كانت هناك، انت عديتها. التشبث بمواقف مالك فيها مصلحه، في ناس كثير مننا يكتشف انه كان غلط لكن يكابر، ما يرضى يغير فكرته، ما يرضى يغير رايه. تعلم متى ترحل يا اخي، لا تتشبث بمواقف خاطئه. الان لو اتصلوا عليك 2 من صديقاتك، ممكن تردي على واحدة وممكن ما تردي على واحدة. تعرفي مين اللي ما تردي عليها؟ إلا ما تعرف متى ترحل. لأنه في واحدة أنت عارفة ممكن تردي عليها. أنت عارفة لما تتصل عليك ألو شكلك مشغولة، هي مع السلامة، هذه حتردي عليها. في واحدة ثانية ألو فينك أنت، أنا قاعد أتصل عليك من أول. أنا في تيدكس. إيش هذا؟ وليه تروحي ما تقولي لي؟ كمان سحر رايحة عند أختها اشترت سيارة ورايحة تمشيهم ما شاء الله ما تعرف متى ترحل، عشان كده ما تردي عليها. في العمل كثير مننا يشتكوا من الروتين، لكن خليني أقول لك على حتة العمل هذه تحديدا، أنه في بعض الأعمال عمرها ما هو طويل. على سبيل المثال لاعب كرة القدم، يعني من 14 إلى 16 سنة بيلعب، بعد كده لازم يرحل، هو لازم يترك العمل. إذا ما ترك العمل، العمل حيتركه. إذا ما ترك النادي، النادي حيتركه. بعد فترة الجمهور يلفظه، وإذا برضو ما رحل المستطيل الأخضر يرفضه. والله المستطيل الأخضر ما تشوف لعيبة يتزحلقوا كثير، هذا خلاص بالملعب يقول له ارحل. المطرب يجي له وقت يفترض أنه هو يرحل، يفترض أنه يعرف أنه خلاص حافظ على تاريخك، مهما كنت جيد مهما كنت ممتاز، إلا ما حيجي وقت حتضعف فيه. ارحل، لأنه إذا ما رحلت حتضيع تاريخك كله، حيطلع يقول يا ليل في نفسين. هذا أيضا حتى على أعمالنا، يفترض أنه إذا ما تستطيع أنه أنت تقدم جديد، ما عاد عندك حاجة بتقدمها، أنت قاعد تكرر نفسك، يفترض أنه أنت ترحل. اترك العمل، وترك العمل لا يعني أنه أنا ممكن يعني أنه أنا أنتقل جسديا إلى عمل آخر. أنت تعرف على مستوى العالم في موظفين عندهم استعداد يتنازلوا عن 20% من مرتباتهم مقابل أن هم ينتقلوا إلى بيئة عمل أفضل، بيئة عمل فيها إبداع، فيها تجديد. لكن هذا لا يعني بالضرورة، ممكن أنت تنتقل إلى إدارة أخرى، لا يعني أن أنت تقدم استقالتك. أنا عارف في معانا معلمين ومعلمات، نحن أكثر ناس نشتكي من الروتين، نحن أكثر ناس نشتكي من أنه عملنا صار خلص. إلا بتقوله أول سنة، بتقوله ثاني سنة، بتقوله ثالث سنة، بعد 5 سنين تحس أنه أنت خلاص روتين، ملل، طفش. هذا لا يعني أنه أنت تترك العمل. تروحي يوم الأحد تقدمي استقالتك في المدرسة، تعلمي متى ترحلي. بعد أسبوع تدعي عليه حسبي الله عليك أنت ومتى ترحل حقتك يا شيخ. لا يعني أنه نترك العمل،
لكن نترك الطريقة اللي احنا بنقدم فيها العمل، نترك الأسلوب اللي احنا بنقدم به العمل. ويوتيوب مليء بالطرق الجديدة، غير في طريقتك. هنا فارق ما بين معلم تحصله دائما انه ما شاء الله عليه مزدهر، ومعلم تاني تحصله كئيب وزعلان وحزين. على مستوى الأشخاص يفترض انه احنا نرحل عن الأشخاص اللي بيورطونا. في الغرب كان في نهاية كذا على الثمانينات التسعينات طلعت دورات مرة كثير، فقط تعلم الأطفال كيف يقولوا لا لمجموعة الأطفال اللي معاهم إذا يبغوا يسوي حاجة ما هي مزبوطة. تعلم المراهقين كيف يقولوا لا للشلة اللي حيتعرفوا، الشباب الصغار اللي دخلوا الجامعة كيف يقولوا لا للمجموعة اللي معاهم. وطلعت كتب كثير، قل لا، كيف تقول لا، متى تقول لا، أو كلها بتدور في النهاية في تعلم متى ترحل. إذا تشوف أصدقاء ماخدينك على الهاوية تعلم متى ترحل. لو ترجع كذا في تاريخك حتحصل انه 70-80% من المشاكل اللي دخلت فيها، من المشاكل اللي دخلت فيها كان سببها حوار كان يفترض انه في حتة في كذا انا ارحل عند هذه النقطة. تقعد في مكان مرة واثنين وثلاثة ولا احد يطالع فيك، يا اخي تعلم متى ترحل. في لحظات الاخفاق يجب ان نرحل، عندما تعرف ان دورك قد انتهى لازم ترحل. لكن أنا ما أبغاك تستعيض عن متى ترحل بالمثابرة والجهد والإصرار، لا 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 تستعيض عنهم. اعرف متى ترحل، اكتسب هذه المهارة متى ترحل. مو أنت تعبان في الجامعة ومتعبينك الدكاترة ومتعبينك بالأبحاث والدراسات والاختبارات، أنا الأوان إنه أنا أرحل. تترك الجامعة، أنا ما أبغاك تترك الجامعة، الله يخليكي لا تروحي تترك الجامعة، لا، ولكن نتعلم متى نرحل من السلبيات. لأنه عندما نرحل معناته إحنا بنترك مساحة للجديد، نترك مساحة إنه إحنا نتعلم حاجة جديدة. حتى لو ما تعلمت حاجة جديدة، ما تبقى من الأعمال والأشغال والأشخاص، ما تبقى في حياتك بعد ما بتطبق متى ترحل، حيكون كفيل إن هو يجعل حياتك أكثر بهجة وأكثر إشراقا وأكثر تفاؤلا. قبل لا أمشي رددي معايا الله يخليك في داخلك، أنا الآن أعرف مهارة تعلم متى ترحل.